لما نزلت هذه الآية عليها 19 ضحك أبو جهل وجاء يسعى إلى أندية قريش في المسجد الحرام. يا معشر قريش، يا معشر قريش، لبيك يا أبا الحك. اجتمعوا حوله. أبو جهل سيلقي خطبة يقول: يا معشر قريش، أما سمعتم ما نزل على محمد؟ قالوا: لا. قال: يقول إن النار التي يعدكم بها عليها 19، أما إني أكفيكم 10 والتسعة الباقين عليكم. فضحكوا وصفقوا له، يكفيهم 10. لم يعلم صفة 19. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها، اسمع، صفة 19، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غلاظ شداد. إذا كان الواحد من أهل النار طوله 1400 كيلو الطول، والعرض 400 كيلو، والضرس الواحد من أدراسه كجبل أحد، إذا كان هذه ضخامة الواحد من أهل النار، فكم هي ضخامة الملك الذي يعذب أهل النار جميعا؟ يأخذ مجموعة بسلاسل في يده، خذوه الواحد من أهل النار فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يعني إذا كان هذا الواحد أسلك، تعرف معنى السلك إذا أدخلته الخرزة، فتحة الفم مع فتحة الدبر، هاتان الفتحتان تدخل منهما السلسلة كما يدخل السلك في الخرزة، ثم يربط هذا الإنسان في طرف السلسلة التي طولها 70 ذراعا من ذراع الملك، ثم يفعل به كما يفعل الأطفال عندنا، تعرفوا اللعبة التي يأخذ سلك ويضع في حجر ثم يعمله هكذا ثم يرميه، إيش تسمونها؟ مرمي نبيطة اللي تحب. هذا ما يفعل الملائكة بأهل النار، يجعلون بهم نبيطات ويرميه عالي إلى أسفل 70 سنة هو نازل، والملك الثاني ينتظره تحت، فإذا نزل مسكه ورماه للي فوق. 19 لها علاقة بهؤلاء من حيث العدد.